بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في كورس Foundations Engineering 2، وإن شاء الله النهاردة هنكمل إيجاد قدرة تحمل الخازوق، ده اللي هو في شابتر 6 وهنتكلم على بارت 5. الأجزاء اللي فاتت لو تفتكر إحنا حسبنا قدرة تحمل الخازوق المفرد. لو أنا عندي خازوق زي ده فالقوة بتاعته بتجيله أو البيرنج كاباسيتي بتاعته بتجيله من الكيو بي والكيو اس، يعني الحمل بتاع الخازوق اللي يقدر يشيله ما هو إلا كيو اس زائد مين؟ كيو بي. وقلنا كيو اس ما هي إلا كيو اس في الأريا اس، والكيو بي ما هي إلا كيو بي في مين؟ في الأريا بي. والأريا بي قلنا دي المساحة بتاعت مقطع الخازوق اللي ممكن تبقى باي دي سكوير لو كان شكله ايه مربع، اسف دايره. والاري اس عباره عن الباي في الدي اللي هو المحيط في دلتا ال اللي هو الطول اللي معرض للسكين فريكشن. اما بالنسبه للكيو بي لو تفتكروا اتكلمنا فيها، لو كانت عندي كلي فكانت الكيو بي عباره عن الالفا في السي يو، والالفا دي كنا بنجيبها من المنحنى اللي هو انا مديهولك، والسي يو ديت ممكن تجيبها من الكيو ان كونفايند على 2، بس تخلي بالك ان انت لازم تطلع 0.75 دي وتحت 0.75 دي. نفس الكلام لو كانت عندي بقى ساند، يبقى في الكلام ده عباره عن سميشن جاما اوف اتش لحد نهايه الخازوق مضروبه في مين؟ في الان كيو بتاعتي، والان كيو دي بجيبها على حسب فاي بتاعه التربه تحت الاساس. وبعدين عندي هنا سميشن جاما اوف اتش اجيبها من فوق لحد تحت الاساس مع مراعاه ان الكلام ده ما يزيدش عن كيو مين ال او كيو الليميتد بتاعتي اللي هي كانت 50 في مين في ان كيو في فاي. اما بالنسبه لمين؟ للكيو اس. فبالنسبه برضك للكلي، لو انا عندي كلي فهي عباره عن الالفا، اسف دي مش الفا في سي، دي اللي هي ايه؟ سي ان سي، سي ان سي ده، لكن دي اللي هي الالفا في مين؟ في السي، والالفا دي بتتجاب من الكيرف. الان سي كنا بناخده بكام؟ ب9. بالنسبه للساند عباره عن سميشن جاما اوف اتش في مين؟ في الكي في تان مين دلتا، الدلتا بناخدها تقريبا تلتين فاي، والكي يا اما بناخدها بواحد يا اما 0.7، وسميشن جاما اوف اتش باخدها لحد نص الطبقه بتاعتي. ده الكلام اللي احنا قلناه، ولو عايز ترجع فيه بالتفصيل ده في الجزء الايه؟ السابق. لكن في مشكله عندي ان انا ممكن الخازوق نفسه يتكسر، فلازم ابتدي احسب البي بتاعت الخازوق بتاعي من قيمتين، يا اما القيمه من السويل اللي انت بتحسبها قبل كده، يا اما البي بتاعت الاستراكشر اللي هي 0.2 في اف سي يو في الاي سي اللي هي مثلا باي دي سكوير على 4 لو كان ايه مربع، وناقص النيجاتيف سكين فريكشن، ده لو كانت الكيو بي اكبر من الكيو اس يعني اند بيرنج باي. اما لو كانت الكيو بي اصغر من الكيو اس فانت بتاخدها كام؟ 0.25 في الاف سي يو في الاي سي، 1.15 لو كان دريفل، لكن لو كان بورد ما بنحطش ال 1.15، ناقص الكيو اس مين؟ نيجاتيف. طيب السؤال الاول ايه بقى حكايه كيو اس نيجاتيف؟ وفي حاله السؤال الثاني في حاله السويل بنجيب حاجه اسمها ايتا ليه؟ كيو اس نيجاتيف المقصود بيها ايه؟ المقصود بيها ان انا لو عندي تربه ضعيفه هنا، يعني مثلا سوفت كلي، السوفت كلي ديت ماسكه في مين؟ في الخازوق، صح؟ وانا جاي للحمل كده، الشيء الطبيعي ان التربه ديت تقاوم فيديني بوزيتيف سكين فريكشن، لكن المشكله ان التربه دي ماسكه في الخازوق ديت وبيحصل لها هبوط، فلما بتحصل هبوط بتنزل لتحت فبيديني حاجه اسمها نيجاتيف سكين فريكشن، ده للتربه الضعيفه بنحط النيجاتيف سكين فريكشن ده. طب ايه حكايه ايتا ديت؟ حكايه ايتا ببساطه خالص، انت عندك خازوق اهو صح، وفي خازوق تاني هنا، اقل عدد من الخوازيق تحت عمود واحد هم 2، دي اقل حاجه، ممكن يبقى 3 ممكن يبقى 4 ممكن يبقى 5 ايا كان يعني. فالخازوق ده بيتاثر بالتربه اللي حوالين الناحيه دي، والخازوق ده بيتاثر بالتربه اللي حوالين الناحيه دي، ففي جزء من السويل شغال هنا وهنا. فلما اجي اجمع الخازوقين دولت ما ينفعش ان انا اجمعهم، يعني لو ده 100 وده 100 يبقى الخازوقين 200، ليه؟ عشان في جزء هنا متداخل مع بعضه، فعشان كده بنضرب في حاجه اسمها ايتا او كفاءه المجموعه. ايتا ديت ليها قوانين ممكن نحسبها بيها، بس احنا في الكورس بتاعنا مش هناخده غير هي كام؟ 0.7، يعني هنشتغل ان الايتا بتاعتي يبقى 0.7، يبقى انا هجيب البي بتاعت السويل وهجيب البي بتاعت مين؟ الاستراكشر، اخد الاقل منهم يبقى هو ده الحمل الامن، لا امن يبقى لازم اقسم على فاكتور اوف سيفتي، لكن الالتيميت مش هقسم على فاكتور اوف سيفتي. طيب الامن دوت اللي هو الفاكتور اوف سيفتي اخده كام؟ والله بالنسبه للاند بيرنج ممكن تاخده بكام؟ ب3، 3 ديت للاند بيرنج، اما بالنسبه للسكين فريكشن بيبقى 2، لكن عشان الكيو اس نيجاتيف او النيجاتيف سكين فريكشن بيحصل له ان هو بيطرح يعني فاهم، فانا عايز مور سيفتي فانا مش هقسمه على فاكتور اوف سيفتي. شكرا.